Majlis diteruskan dengan menjemput saudari Nur Farhatul Fairuzah binti Panut untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Ali Imran bermula ayat 102. والآن أيها الحضور الكرام سنعيش هذه اللحظات الربانية مع التلاوة المباركة من آية الذكر الحكيم تتلوها علينا القارئة ضيفة الاحتفال الآنسة نور فرحة الفيروزة بنت بانوت من ماليزيا ما يتيسر لها من سورة آل عمران ابتداء من الآية الثانية بعد المئة فلتتفضل مأجورة. Ladies and gentlemen, our guest reciter Nur Farhatul Fairuzah Panut will now recite the Holy Al-Quran, Surah Al-Imran from verse 102. Dipersilakan. Nantikan bacaan Al-Quran dari karya jemputan Nur Farhatul Fairuzah Panut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه واسود وجوه فأما الذين اسودت فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تلك Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudari Nur Farhatul Fairuzah binti Panut di atas bacaan Al-Quran sebentar tadi. Beliau merupakan Johan Majlis Tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa pada tahun 2019. نشكر للقارئة الآنسة نور فرحة الفيروزة بنت بانوت على هذه التلاوة العاطرة هذا وقد سبق لها أن فازت بالجائزة الأولى قسم القارئات في الاحتفال المالزي الدولي بتلاوة القرآن الكريم لعام 2019 من الميلاد. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the guest reciter was the winner of the National and International Al-Quran Recital and Memorization Assembly in year 2019.